في الحقيقة البعض مننا سمع عن ما يعرف بالحمل الكيميائي. الحمل الكيميائي ده حالة من حالات الإجهاض المبكر بتحصل في الأسابيع الخمس الأولى للحمل، ويمكن في سيدات ما كانتش يعني عرفت أصلاً إنها حملت وفوجئت إن هذا حمل أو حمل كيميائي. الحمل عامة بيبتدي أعراضه تظهر كده أو تحس إنه ممكن يبقى في حاجة بعد الأربع أسابيع الأولى أو الخمس أسابيع الأولى، فبالفعل لما يحصل حمل وبعدين إجهاض في الخمس أسابيع الأولى ممكن جدا السيدة ما تبقاش عارفة. طيب أنا عن نفسي أول مرة أسمع عن الحمل الكيميائي، فخلونا نعرف إيه هي الحالة دي بالظبط، تفاصيلها إيه، أعراضها إيه، مين السيدات الأكثر عرضة ليها. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور حسام الشنوفي استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني. صباح الفل عليك يا دكتور، أهلا بيك. صباح النور، أهلا، إزي حضرتك؟ إيه يا دكتور هو الحمل الكيميائي ده وأعراضه إيه؟ لا، هو تعريف الحمل الكيميائي ان يبقى فيه اختبار حمل موجب تمام، وبعد كده يحصل او ينزل دم على طول والحمل ينتهي قبل ما نشوف جنين بالسونار، هو ده تشخيص الحمل الكيميائي. يعني ده اللي بيسموه ساعات الحمل الكاذب؟ لا يا فندم، هو الحمل الكاذب ده قصه ثانيه خالص. الحمل الكيميائي هو ان فيه الهرمون الحمل لقيناه في الدم عن طريق التحليل، انما الموضوع ده ينتهي مبكرا جدا في بداياته. القصه ديت حصلت ليه؟ لان اختبارات الحمل اللي هي بتكتشف هرمون الحمل بقت حساسه جدا، بقت تقدر يعني تقيس المستوى وهو يدوب بيرتفع ارتفاع طفيف عن الطبيعي، فبيسمى على الورق ان هو اختبار حمل موجب. انما الحمل ما يكملش او العمليه كلها دي ما تكملش وهي لسه على المستوى الميكروسكوبي يعني. فبالتالي بنسميه حمل كيميائي، هو مش كاذب بس هو انتهى بدري جدا جدا. طب وليه سموه كيميائي؟ نظرا يعني ان هو الدليل الوحيد على وجوده كانت الكيمياء اللي هو الاختبار يعني. اللي هو اكتشاف الهرمون في الدم. فهو هي الـ العنوان يعني يدي حبكه دراميه على الموضوع، بس هو الموضوع ابسط من كده. طب السيده عشان يعني تتجنبه المفروض يحصل ايه؟ لا، هي ما تقدرش تتجنبه، ده شيء اي واحده ست عرضه ليه. هو نظريا كل شهر الست بينزل لها دوره، ده يمثل حمل ما حصلش. يعني نظريا الست كل شهر بينزل لها دوره، ده بيمثل ان ممكن يكون في بويضه اتخصبت وتكون جنين والجنين ده وصل للرحم بس ما نجحش في ان هو يغرز ويكمل. طيب بعيدا عن الحمل الكيميائي وخلينا نتكلم عن الاجهاض بشكل عام، مين السيدات الاكثر عرضه للحمل الكيميائي او الاجهاض المبكر والاجهاض بشكل عام؟ هل النهارده بنتكلم على النظام غذائي غلط من البدايه، السجاير، الكلام ده بيبقى يعني ايه اللي بيعرض السيده ان هي تفقد الجنين بدري قوي كده؟ في اولا يعني احنا ما نقدرش نقول الاسباب بالظبط في كل اجهاض بيحصل، انما في حاجات عناصر احنا عارفين ان هي بتزود ايه تكرار او حدوث الاجهاض او حدوث الحمل الكيميائي. تقدم العمر. تقدم العمر بيبقى مصاحب ليه ضعف في جوده البويضات. بس انا بلاقي سيدات صغيرين جدا في السن دلوقتي وعمليات الاجهاض او حالات الاجهاض بقت كتيره جدا. لا معلش، احنا عايزين هنا ما نلخبطش ما بين حاجتين. هو اولا اي واحده ست في اي مرحله من عمرها معرضه ان اثناء الحمل يحصل لها اجهاض في بدايه الحمل. تمام. ده شيء مش مرض وشيء مش مخيف. ده جزء من الفسيولوجيا الطبيعيه بتاعه التناسل بتاعه الانسان، يعني حاجه ما هياش مخيف. احنا دايما بيبقى عندنا خضه ان واحده جالها اجهاض، ده مش معناه ان في مرض او عندها مشكله، لازم نعرف ان ده شيء وارد مع اي حمل في اي عمر وبدون اي اسباب وبدون ما يكون في امراض. تمام؟ فدي نقطه، ان احنا بنتكلم مين اللي يبقى عندها تكرار للاجهاض او مين عرضه اكتر من الطبيعي ان يكون عندها اجهاض. زي ما قلنا الست اللي عندها تقدم في العمر، اللي عندها امراض مزمنه اشهرها مثلا السكر، طبعا السجاير والافراط في السجاير طبعا ده برضو بيبقى مع السيدات اللي بيبقى بيعانوا من السمنه المفرطه
برضو بيبقوا عرضة أكتر إن هم يبقى عندهم إيه تكرار الإجهاض. لو في نسبة قرابة بس تكون درجة قريبة ما بين الزوجين يبقى ده بقت عرضة أكتر. طب السيدات اللي بيكون عندهم متلازمة تكيسات المبايض اللي هو بيبقى عندهم أصلا تأخر في الحمل بيبقى معاهم نسبة أكتر لحدوث إجهاض. طب بالنسبة لأهالينا في الريف وفي الصعيد، هل التعرض للسموم، مبيدات الآفات الزراعية، الإشعاع، ممكن ده يبقى سبب من أسباب الإجهاض برضو؟ طبعا طبعا ده يعني اكيد طبعا ده موجود، انما ما فيش برضه حد في الريف بيتعرض للاشعاع يعني هيتعرض للاشعاع من استثناء في السؤال ده، لكن الباقي بيؤثر يا دكتور؟ دايما بيبقى عندنا كلمه الحاجات الزراعيه والمبيدات الزراعيه. انا بقول الكلام ده بقى عن خبره، يعني المبيدات الزراعيه ديت بتترش بطريقه معينه وفي اوقات معينه مش قرب الحصاد، ودي مش حاجه بتسمم المحصول زي ما للاسف الموضوع ده بقى متوارث قوي عندنا الفكره ديت. يعني المبيدات الحشريه دي او الزراعيه دي المزارع بيستعملها في اوقات معينه هو عارفها عشان يقاوم حشرات، الحشرات دي هتدمر المحصول، انما مش بتوصل جوه الثمره بالكثره اللي احنا دايما متخيلينها دي. طيب دكتور، السيدات اللي عندهم الار اتش فاكتور في دمهم، يعني اللي دايما فصيله دمهم بالنيجاتيف، كمان بيصابوا دايما بالاجهاض، مش دايما لكن في حالات كتير، السبب ده ايه وازاي تجنبه ده؟ طيب السيدات اللي عندهم ار اتش نيجاتيف حد ذاته ده مش هيجيب لهم اجهاض، انما لو هم في ظروف معينه ما اتعرضوا لها اللي هي زي حصل نزيف او بعد الولاده ما اخدتش الحقنه بتاعه الار اتش، هيتكون عندها اجساد مضاده معينه بحيث انها لو حملت في جنين فصيله دمه ار اتش موجب خلاص، يبقى الاجساد المضاده دي هتروح تهاجم كرات الدم بتاعه الجنين تجيب له انيميا شديده، والانيميا الشديده تجيب له فشل في القلب في عضله القلب، وبعدين الموضوع ممكن ينتهي الاجهاض، بس ده ما بيكونش اجهاض مبكر. يعني مشكله الار اتش رقم واحد، مش اي واحد عندها ار اتش نيجاتيف معناه ان هي معرضه للاجهاض، ده رقم واحد، ده لازم يكون في خطا حصل. الحاجه الثانيه حتى لو لا قدر الله الخطا ده حصل، ده مش بيجيب لها اجهاض في الاسابيع الاولى من الحمل. على اي حال يعني احنا في الحقيقه ما كناش فاهمين ايه هو الحمل الكيميائي، لكن وضحنا هو يعني حاله بتحدث للسيده في الاسابيع الاولى او الاربعه من الحمل. وضحها لنا بالتفصيل الدكتور حسام الشنوفي، استشاري النساء والتوليد في مستشفى قصر العين. شكرا جزيلا لك يا دكتور.